بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين لبرنامجنا عيادة الرحمة. إن شاء الله النهاردة موضوع حلقة النهاردة بإذن الله هو أهميته جاية من أهمية المية لحياة الإنسان. أهمية المية لحياة الإنسان الكل يعرفها كويس جدا، ومعلومة الإنسان من حوالي من 60 لـ 70% من وزن الإنسان مية. 60% دي للبالغين و70% ديت للأطفال. يعني الأصل في الموضوع المية دي جزء من تكوين الإنسان. وكمان حاجة مهمة قوي، الإنسان ما عندوش مخزون مية زايد بحيث إن هو لو نقص مية من جسمه يقدر يعوضها من جوه، لا، لو انتقص مية لازم ياخدها من بره، يعني لازم يشرب مية. المية دي سواء خرجت عن طريق العرق، عن طريق البول، عن طريق الإخراج، أيا كان لابد أن يعوضها من مية. إيه هو المرض اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وله علاقة باحتياجات الجسم إلى الماء؟ المرض ده من الأمراض الخطيرة اللي هي بتزداد انتشارا في الصيف، وبتيجي أكتر في الأطفال عنهم في الكبار. أول ما الطفل بيصاب بهذا المرض بتلاقي الأهل عندهم نوع من الفزع والقلق، وبسرعة بيذهبوا إلى الطبيب أو للمستشفى، لأن الطفل بيتغير بسرعة مع بداية حدوث هذا المرض. المرض دوت، وخاصة إحنا داخلين على فصل الصيف، هو النزلة المعوية عند الأطفال. النزلة المعوية من اسمها كده كتعريف هو التهاب للغشاء المخاطي المبطن للجهاز الهضمي، خاصة المعدة والأمعاء. والأمعاء في الأمعاء الرفيعة وفي الأمعاء الغليظة. إحنا هنشوف قبل ما أتكلم الصورة اللي جاية دي، هنشوف قد إيه المية وقد إيه الأطفال أو الكبار بيتعلقوا بيها. فنشوفها هنعرف إن الطفل من صغره مش محتاج حد يعلمه إزاي يقبل على المية. شايفين الصورة ديت؟ الطفل إيه؟ يعني هيجيب الببرونة ولا الكوباية ديت لآخرها، علشان خاطر المية بالنسبة له شيء فطري مش محتاج حد يعلمها له. زي ما قلنا النزلة المعوية التهاب في الجهاز الهضمي. الالتهاب دوت بيعقبه أعراض، الأعراض دي كلنا عارفينها أساسا، الإسهال والقيء، وكثيرا ما يصحب هاتين اللي هو الأعراض الاثنين دول ما يصطحبهم إيه؟ تقلصات في البطن أو ارتفاع في الحرارة. عايزين نعرف بقى النزلة المعوية أو أمراض الإسهال اللي عند الأطفال بصفة خاصة وعند الناس كلها بصفة عامة، إيه حجم المشكلة دي في العالم كله؟ قال لك إن الأسباب الأساسية وراء هلاك الأطفال، أو بمعنى أصح اللي هو هنا وفاة الأطفال في العالم كله، السبب الأولاني هي أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات الرئوية. دي حوالي 25%. اللي بعديها على طول النزلة المعوية، وديت بتمثل 18% من أسباب اللي هو إيه؟ هلاك الأطفال أو وفيات الأطفال في العالم كله. 18% من حجم المشكلة دي بيرجع للنزلة المعوية. قالك منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف قالوا إن الأطفال اللي تحت سن 5 سنوات في العالم بيجي لهم حوالي 2.5 بليون نوبة إسهال كل سنة. 2.5 بليون مرة إسهال بيتعرض لها الأطفال تحت سن 5 سنين كل سنة. 80% من هذه النوبات ومن هذه النزلات بتأتي في قارة أفريقيا وجنوب آسيا. يعني إحنا 80% من المشاكل بتاعت اللي هو النزلات المعوية دي بتقع في قارة أفريقيا وجنوب آسيا. ده دليل إن إحنا المشكلة دي تهمنا جداً، لأن إحنا مصر طبعاً ديت تقع في قارة أفريقيا. واحد يقول لي طب إشمعنى القارات ديت واخدة الحجم الكبير من هذه المشكلة؟
قلنا لأن سبب رئيسي من أسباب النزلات المعوية التلوث البيئي، عدم نظافة الأكل والشرب. وإحنا في التلوث البيئي يعني الأمور حدث ولا حرج، يعني هتلاقي تلوث الطعام، المية، الهواء، هي ميكروب بيصل إلى الأطعمة أو إلى الأشربة اللي تصل إلى جوف الطفل وينتج عنها هذه النزلات. وقد يكون التلوث من خلال الأيدي، يعني إيد الطفل نفسه هو اللي مش نظيفة. تمام؟ النزلة المعوية خطورتها في المشكلة اللي إحنا كلنا فقد السوائل والمية من جسم الطفل، ومرحلة كلنا بنخاف منها ما تسمى بمرحلة الجفاف. الأم بتيجي والأب بسرعة وعايزين يعرفوا الطفل جاله جفاف ولا لأ. إحنا لو شفنا دلوقتي صورة الجفاف ده كلنا بنحس بقد إيه بمدى هذه الخطورة، لأن نقص المية دايما بيقربنا إلى مرحلة خطيرة طبعا لا يحمد عقباه. فنشوف إحنا الصورة ديت، الطفل ده عنده جفاف، عينيه داخلة لجوه وعنده هبوط حاد وجلده مكرمش ونوع من فقدان الوعي ومشاكل كتيرة جدا بتقع فيها المشكلة بتاعت أهمية النزلة المعوية. تعالوا نعرف إيه هي أسباب النزلة المعوية علشان يبقى إحنا عندنا فكرة بيها. أسباب النزلة المعوية، أول حاجة تلوث الأكل والشرب زي ما قلتوا من شوية كده، وخاصة إيد الطفل. ممكن الأم تقول لك ده أنا نظيفة جدا، ده أنا الأكل بتاعي دايما ما فيش واحدة حريصة زيي. أقول لها ابنك طول اليوم بيلعب وإيده بتبقى على الأرض وإيده بتمسك الحذاء بتاعه وإيده بتمسح الترابيزة وبعد كده بيمسك الأكل وياكل في إيده ملوثة. الإيد اللي بتعمل الأكل وخاصة في الباعة المتجولين بره نحذر جدا من عملية تناول الأطعمة والأشرب بره. تمام كده؟ واللي هو بعد كده في حاجات تانية ممكن برضه بتلوث الأكل، وخاصة ده اللي إحنا هنستكمل اللي هو الذباب في الصيف. والآن معانا هنا فاصل بسيط ونرجع مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله، في انتظاركم إن شاء الله. نعود مرة تانية إلى موضوع حلقة النهاردة اللي هو النزلة المعوية في الأطفال. وكنا بنتكلم في أسباب النزلة ديت، وقلنا أن تلوث اللي هو الأطعمة والأشربة بالنسبة للطفل دوت هو سبب رئيسي، وذكرنا حاجات مهمة جدا. إيد الطفل نفسها، إيد اللي هو بيحضر الأكل، إن كانت الأم في البيت أو البائع المتجول بره اللي هو غير مأمون أنه يكون عنده النظافة المطلوبة. وحاجة تانية أن احنا في الصيف الذباب طبعا معروف أنه من الحاجات اللي هي سبب كبير جدا لمثل هذه النزلات. فطبعا ان احنا ازاي بنقدر نتغلب عليه، وعلى الاقل ان احنا بنغطي الاطعمه بتاعتنا والاكل بتاع الاطفال او كنا بصفه عامه علشان ما يحصلش الحكايه دي. في اسباب تانية على فكره للنزلات المعويه برضو غير العدوى اللي بنتكلم عليها. احيانا النزله المعويه تيجي مع مرض تاني خالص. يعني بص الاقي طفل مثلا عنده نزله برد او نزله شعبيه او حتى التهاب رئوي وفي المستشفى، وبعدين يشكو من اللي هو الاسهال والترجيع والقيء فيخش في النزله المعويه، فقد تصاحب امراض اخرى زي اللي هو النزلات الشعبيه او التهاب او اللي هو التهابات الجهاز التنفسي. ممكن تيجي مع التهابات ثانيه برضو خالص بعيده عن النزله المعويه، زي مثلا التهاب الكبدي الف ممكن يجي بنفس الاعراض بتاع النزله المعويه، زي الحصبه، زي التيفود. وعلى فكره الايام دي الى درجه ما التيفود كده بدا يظهر في حالات كثيره، وده يوحي بان هناك يعني في مصادر لهذه العدوى. ويجب ان احنا نحذر جدا في ان هو تناول الاكل من بره البيت، ونهتم قوي بنظافه الاطعمه والحاجات دي، لان التيفود اصبح من الحاجات الايام دي اللي هو واضح بطريقه يعني غير معهوده شويه في نفس الوقت من السنه. في اسباب بقى تانية غير العدوى اصلا او ارتباطها بالمرض ممكن تيجي مع النزله المعويه، زي ان انا بدخل للطفل مثلا اكله جديده فهو لسه الجهاز الهضمي عنده ما تعودش ان هو يهضم هذه الاكله الجديده اللي هو بياخدها دي. فدايما اضافه اي طعام جديد للطفل غير مألوف بالنسبه له ادخله له بصوره تدريجيه، ما اجيش اول واقول للطفل ده مثلا ده بقى 6 شهور ما ياكله بقى الزبادي اديله كوبايه بحالها، لا اديله مثلا معلقتين واستنى عشان يبقى في تدرج في مثل هذه الاشياء. معانا كده هنا الاتصال خارجي، معانا محمد الصالح خارجي، اتفضلي يا محمد. السلام عليكم.
ايوه ام محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ انا مش سامع صوت. ايوه ام محمد معانا؟ ايوه يا دكتور انا مع حضرتك. طب هو انا واضح ان هو الاتصال ما كملش. فاحنا هنكمل اللي هو بالنسبه لاسباب ثانيه، اللي هو دخول طعام جديد لازم يكون فيه تدرج. في اطعمه ما تناسبش الطفل اصلا، الام تقول لك الولد بقى عنده سنه لما قعدوا معانا على السفره، ويبداوا ياكلوا الاكل بتاعهم السمنه زياده والتوابل زياده وحاجات كتير ما تناسبش الجهاز الهضمي بتاع الطفل اللي هو الدقيق والرقيق دوت، فلاقي الاطعمه ديت ويبقى فرحانين قوي ده احنا اكلناه كل حاجه، وتبدا المشاكل بتاعته، فقد يتسبب في طبعا ارتباك في الجهاز الهضمي ويصاب بمثل هذه النزلات. برضو في هناك بعض الادويه اللي الام اللي بترضع بتاخدها ممكن تعمل حكايه اللي هو الاسهال عند الطفل دوت، وخاصه بعض المضادات الحيويه. احيانا لما الام تكون بتاخد مضاد حيوي الاقي الطفل عنده ليونه، فانا بطمنها بقول لها كملي العلاج بتاعك بس اعرفي ان اللي عند الطفل دوت من كده. معنا اتصال كده، نسمع الاتصال دوت. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسال سؤال بس. الاتصال ما طيب، احنا دلوقتي الاتصال واضح ان هو برضه هنا لم يكتمل، فهنرجع ان احنا زي ما قلنا كده ان في حاجات الام بتاخدها ممكن تتناولها سواء ادويه او اطعمه ممكن ينتج عنها مشاكل للطفل. يعني امبارح كان اللي هو المناسبه اللي هو بتاع شم النسيم ديت، لما جت ام تاكل الاكلات اللي هو الشعبيه اللي هي المعتاده مثلا زي الحاجات الرنجه والفسيخ والحاجات دي، لو الام كلتها وهي بترضع هنلاقي الطفل ده على مدى يوم واتنين عمال يبكوا بكاء شديد جدا عشان مشاكل الايه الجهاز الهضمي عنده، بيشتكي الحاجات دي بينزل منها ولو اجزاء بسيطه في الرضاعه ممكن تاثر عليه. نيجي في الاخر انك في ادويه الطفل نفسه لو خدها ممكن تعمل له اللي هو الاسهال او الليونه ديت، وبرده زي ما ذكرت من شويه اللي هو المضادات الحيويه زي ما الام لو خدتها اثناء الرضاعه ممكن بعضها ينتج عنه نوع من الليونه او الاسهال عند الاطفال. الطفل نفسه في ادويه لما بياخدها وعلى راسها المضادات الحيويه ممكن يحصل منها اللي هو ايه حكايه الليونه ديت او الاسهال، ويبقى انا عارف انها مرتبطه بهذا الدواء. بعد ما عرفنا الاسباب ديت انا يهمني جدا اتعرف على بعض الحاجات الميكروبات اللي هي بتعمل نزله معويه لانها لها اهميه شويه. احنا عندنا في ميكروبات بكتيريا وفي حاجه اسمها فيروسات وفي حاجه اسمها طفيليات. بالنسبه للبكتيريا من الحاجات الشائعه قوي حاجه اسمها شيجيلا، الشيجيلا دي بتعمل زي نوع من الديزونتريا كده، ونبص نلاقي الاسهال بتاع الطفل سائل جدا ومدمم وفي مخاط، والولد عنده او البنت عندها حراره عاليه جدا وبتبقى فيها نوع من الاعياء الشديد وتخش في جفاف بسهوله جدا. الشيجيلا ديت لقوها انها بتحدث يعني بينتج عنها وفيات للاطفال مثلا حوالي 160 الف حاله كده سنويا في العالم نتيجه للشيجيلا ديت. وان بعديها في حاجه ثانيه ميكروب برضه يعني اسم المصطلح العلمي بتاعه ايكولاي، وهو احد الحاجات اللي هي بتعيش في القولون مع الاطفال، بس منها نوعيات ضاره ونوعيات غير ضاره. النوع الضار اللي بيعمل نزله معويه دوت برضه بينتج عنه من 300,000 ل 500,000 حاله وفاه من الاسهال. طبعا هو بيصيب عدد كبير جدا، لكن دول الحالات اللي هي بتهلك منه برضه احد الميكروبات دي اللي بتتسبب في مثلا النزلات المعويه والتي قد تؤدي لا قدر الله في حاله الايه الوفيات. عند بقى فيروس مهم قوي معروف وناس كتير بدات تعرفه اسمه الروتا. فيروس الروتا دوت هو يعتبر من اكثر اسباب يعني اللي هي النزلات المعويه حده وشراسه. فبص الاقي مثلا الاحصائيه اللي معموله انه له 527 الف حاله في السنه اللي فاتت مثلا على مستوى العالم كده ماتوا من فيروس الروتا، بالرغم ان فيروس الروتا دلوقتي بقى معمول له تطعيم اسمه تطعيم الروتا، وان تطعيم الروتا دوت لما بيتاخد الاماكن اللي بياخدوا التطعيم ده حصل عندهم يعني تحسن كبير قوي في النتائج اللي هي جايه من العدوى الروتا دي، بحيث ان هو قللت نسبه الوفاه من الروتا 41% من وفيات الاسهال في الاماكن اللي فيها تطعيم الروتا دي حصل هنا قلت. يعني اذا كان 100 حاله بتموت لا 41 حاله منهم ما حصلش كده يعني تحسنوا ونقصت معدلات الوفاه في الاماكن اللي بيتاخد فيها تطعيم الروتا. تطعيم الروتا ده على فكره بيتاخد عن طريق الفم، وبيتاخد عند عمر شهرين وعند عمر 4 شهور، وفي واحد اخر بيتاخد عند 2 و4 و6. معانا اتصال خارجي. ام عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام عبد الرحمن اتفضلي. لو سمحت يا دكتور انا بنتي عندها عدوى فيروسي. عندها ايه؟
عدوى فيروسي. عدوى فيروسي يعني ده عباره عن ده برد يعني ولا عدوى فيروسي يعني نزله يعني معويه؟ ده ميكروب في بطنها فظيع. ميكروب في بطنها يعني. وبتعمل حمام اسمر. يعني هي عندها أصمر. اسهال مثلا؟ نعم عندها اسهال كذا مره في اليوم وبتعمل حاجات سودة فيه كده كذا مره وبتعمل حاجات سمراء كده في البراز بتاعها. ايوه دكتور. هي عمرها قد ايه يا ام عبد الرحمن؟ وعندها ما بتبلعش مش راضيه ترضع ومنع الرضاعه خالص. هي عمرها قد ايه؟ 7 شهور. 7 شهور يعني. بس أيوة. هي بترضع رضاعه طبيعيه منك مش كده؟ الرضاعه بطلت الرضاعه الطبيعيه مني وكنت بديها ببرونة. ومن ساعتها مش راضيه ترضع، مش عايزه ترضع ومعذباني والله. هي بقى لها كام يوم عندها الاسهال ده يا ام عبد الرحمن؟ نعم؟ بقى لها كام يوم عندها اسهال؟ بقى لها يعني هي من بعد ما اتولدت ب9 ايام. من بعد ما اتولدت ب9 ايام؟ ايوه. يعني الاسهال ده حاجه مزمنه عندها؟ حاجه مزمنه واسمر وريحته وحشه كريهه. طب يعني هي تقصدي حضرتك هي 7 شهور بقى لها. أيوة. دلوقتي اكتر من 6 شهور عندها الاسهال ده في حسب ما انت شايفه. ايوه يعني. عندها صديد، عملت لها تحليل براد، عندها صديد. عندها صديد. ايوه. وعندها عملت لها تحليل صورة دم. انا عايز اعرف هو نموها طبيعي ولا مش طبيعي؟ يعني هي ضعيفه ولا نموها طبيعي؟ لا هو 7 كيلو. 7 كيلو. 7 كيلو. ايوه. يعني هي 7 شهور المفروض تكون في حدود مثلا 7.5 كده كيلو. أيوة. فاحنا قريبين من الطبيعي. طب في حاجه ثانيه غير اللي هو الاسهال ده؟ في مثلا الترجيع ولا حاجه؟ قيء. في ترجيع ريحته حموضه وريحته وحشه كده. طيب دايما عندها مشاكل مغص وتقلصات في بطنها؟ وانتفاخ يا دكتور. عندها الكرات الدم البيضاء 12 و800. 12 و800. ايوه دكتور. طب هو انا شايف يا ام عبد الرحمن ان المشكله هنا ممكن ما تكونش النزله المعويه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي بتاعه الميكروب، ولكن في حاجه اسمها حساسيه اللبن. في اطفال. أيوة. عندهم حساسيه للبن، فلما ياخدوا اللبن دولم يبقى عندهم اسهال مستمر، لان هو اللبن هو ده غذائهم اليومي، ويبقى. أيوة. عندهم برضو تقلصات واحيانا هنا ترجيع وقيء. حساسيه اللبن دي ممكن احنا بنشخصها برضو من خلال ان احنا اما بنعمل تحليل للبراز، بس بنطلب حاجات معينه، لان. أيوة. في حساسيه لبن وفي حاجه تانية اللي هو حساسيه سكر اللبن، اللي هو الطفل ما بيهضمش اللي هو سكر اللاكتوز اللي هو بتاع اللبن. الحاجات ديت لهم تحاليل ممكن توضح لنا اذا كان فعلا ده سبب. ففي الحاله اللي زي كده بنضطر ندي البان اخرى، الالبان ديت تناسب الطفل اللي عنده حساسيه للبن، يعني معموله بطريقه تمنع الحساسيه، لان الحساسيه ديت بتبقى مرتبطه بمكونات اللي هو ايه البروتين اللي هو في داخل اللبن ده، فبيتعمل من جزيئات اخرى ابسط بكتير من الجزيئات اللي هو المعقده دي. فانا شايف ان احنا غالبا حاله بنتك دي حاله من حالات حساسيه الالبان اللي تحتاج نوعيه معينه ممكن تمشي عليها. وحتى احنا لما بندي نوعيه معينه ونلاقي الطفل ارتاح بنعرف ان فعلا ده يؤكد التشخيص بالنسبه لنا، انما صعب جدا انها يكون عندها طبعا ميكروب على مدى 6 شهور، دي حاجه صعبه خالص يعني. فهو حضرتك يعني تلفت نظر يعني حضرتك اللي هو الطبيب اللي بتعالج معاه انها ممكن تكون حاجه من حساسيه اللبن، او اذا كنت تحب تشرفينا يوم الاحد او الاربعاء في مستشفى الجامعه في بنها بقسم الاطفال، هتسالي عليا هتلاقيني هناك ان شاء الله، ونكمل معاك العلاج بتاع الحاله اللي هي ده تشخيصها في الغالب يعني باذن الله. معانا اتصال تاني، ام محمد. ايوه السلام عليكم ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. لو سمحت انا عندي ابني 9 شهور. تمام. كان جاله من اسبوع كده التهاب شعبي في الحنجره. في الحراره، ارتفاع في الحراره. ايوه. التهاب شعبي في الحنجرة. هو تمام، التهاب في الحنجرة. تمام. كنت عايز اعرف اعراضي يا دكتور، وايه اللي اعمله لما لو جاله الحالة دي تاني، لان الدكتورة قالت لي. حضرتك قلت لي عمره كام؟ 9 شهور. 9 شهور. وبعدين حسيت ان هو يعني جاله بقى اللي هو ما تسمى بالضباحة كده، وصوته بقى مخنوق. ايوه يا دكتور. مش كده؟ وصوت الكحة يعني كده خشن، فانت طبعا قلقت عليه جامد يعني. ايوه يا دكتور. وعايز اعرف يعني الدكتوره قالت لي لو جات له بالليل ممكن يتخنق ولا قدر الله يموت يعني، كنت عايز اعرف لو حصلت له بالليل اعمل ايه. طيب هو بالنسبه لالتهاب الحنجره فعلا انا معاك ان هو من الحاجات اللي هو بتبقى مزعجه شويه، لان الحنجره دي ممر واحد بس كده، اما يحصل فيه التهاب وتضيق شويه فعلا الطفل بيبقى عنده حاله من حالات الاختناق، وكتير ما بتيجي الحاله ديت اثناء النوم والطفل هو نايم ويقوم منها بتصحي على صوت يعني خشن جامد وكحه عاليه وصعوبه تنفس، فطبعا الام بتبقى في حاله قلق في حاجه زي كده. هو اول حاجه التهاب الحنجره ده سببه ميكروبات البرد العاديه اللي موجوده في الجو، فاحنا ما نقدرش نمنع ميكروبات البرد انها تحصل، ولكن نقدر ايه الحفاظ على الطفل مثلا، يعني طفل صغير اما يكون اخواته عندهم برد ما يتعرضش ليهم
او هو ما بقوش قريبين منه علشان ما يلتقطش حاجه زي كده. في بعض برضه التطعيمات اللي هي ممكن تفيد في حالات البرد زي اللي هو الانفلونزا الفيروسيه وفي انفلونزا الهيموفيلس وفي الالتهاب الرئوي، مجموعه من الحاجات اللي ممكن ياخدها الطفل كده يبقى عنده وقايه منها، فتقل برضه حكايه العدوى بتاع القصب الهوائيه. طب لو جات له نعمل ايه؟ لو جات له هو الطفل دوت مجرد ان هو يستنشق بخار ميه ساخن او سائع يبدا يتحسن. البخار الميه الساخن ان انا افتح حنفيه الميه ديت على الحوض. ايوه ام محمد اتفضلي. ايوه دكتور بعد اذن حضرتك، هو بينهج كده لما باجي اكله وفيه نقط بيضاء في ضوافره، فكنت عايز اعرف دي سببها ايه، انيميا ولا حاجه ثانيه؟ أنا عايز أسمع سؤالك تاني لأن الصوت واضح كده، فحضرتك تبقى تسمعيني الشكوى تاني. بقول لحضرتك هو فيه بينهج لما يجي لما أجي أكله. أه لما تيجي أكله إيه المشكلة؟ بينهج بيبقى فيه بينهج حاجات. يعني؟ أه ما هو بينهج ديت ممكن يبقى سبب بسيط، مثلا إن عنده انسداد في الأنف مثلا عشان في إفرازات، يبقى ما بقه ولع وبقه ولع والأنف مقفول، فمش عارف، فممكن يبقى سبب بسيط زي كده. بس هو برضه لازم حد هيسمع صدره يطمن على إن الرئة كويسة ما عندوش اي التهابات فيها. واحيانا حاجه اسمها ضعف الشعب الهوائيه والحنجره اللي تولد بيها وتفضل ينهج كده سنه مع الاكل وبعد كده تروح لوحدها، او ان هو برضه للاطمئنان على القلب اللي هي الحاجات الاجهزه المرتبطه بالنجان، فديت لابد ان هو في حد يطمنك انك ان هو الانف عنده مثلا هنا يعني سالك ولا لا، وان الرئه سليمه ولا لا، والقلب سليم ولا لا. بعد كده اول ما نطمئن خلاص يبقى العرض دوت مش هنحس ان هو بسيط ويروح مع الوقت ان شاء الله. واغلب الظن ان هيكون مرتبط ب اللي هو بالتنفس من الانف، طالما مرتبط بالاكل يبقى هو ساعتها ما بيعرفش ياخد نفسه كويس من الانف، وفي نفس الوقت الفم مشغول بالاكل فده بيعمل له صعوبه تنفس يعني. طيب معنا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه محمد اتفضلي، وحضرتك علي صوتك كده شويه عشان نسمعك اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا يا دكتور معايا طفل عنده سنه، عنده قد ايه؟ غزلانه كده، ورحت كشفت على مخه واحصاب. اه تمام. عملت له اشعاعات وطلعت عنده كهرباء زياده في دماغه. عنده كهرباء زياده؟ اه. ف من ساعه ما خد العلاج وبدات معاه العلاج فهو ما بياكلش خالص، وعنده سخونه وعنده فكر. يعني هو ثانيه الطفل عنده سنه تمام؟ عنده سنه. اه والمشكله بتاعته؟ المشكله بتاعته انه عنده كهرباء. يعني كهرباء زياده ديت بيجي له تشنجات يعني؟ ايوه. بتجيله ايه؟ لا بتجيله كده لعبات مع لعبات مع لعبات، وبيتخن وبيتخن وعنده يعني كده. هو اولا طبعا هي الكهرباء زياده لها متفاعلين الناس عنده التشنجات ديت، هيحكي فيها ودكتور كده، وبعدين بتعمل بعض التحليل عشان نشوف اسبابها. بنعنى كالسيوم وجلوكوز وحاجات ثانيه، وفي رسم مخ بيتعمل اللي بعد كل الحاجات ديت ولا حد اللي فيه صح. لازم ياخد العلاج بتاع الكهرباء الزياده، لان دي حاجه مهمه جدا، دي حاجه مرتبطه بالمخ والجهاز العصبي. الادويه بتاعت التشنجات بالتاكيد زي ما هي مفيده لها مشاكل شكل جانبيه، ففي مشاكل ممكن ان يعني نتقبلها، وفي فكر ما بهاش. لكن انا شايف ان احنا لازم نرجع ماشي مع العراق. فهو يعني انا عايز اعرف هو ده يعني خطر عليه ولا ما بياكلش ولا دخول اللي هي بتجيلنا دي. هو انا معاك ان هو ما ينفعش لو الطفل حسيت ان هو ان اكلته قلت، او زي ما بتقول ان هو بيجي له حراره من وقت للتاني، او بيجي له اسهال. فالحاجات ديت ربما تكون يعني مشكله ثانيه خالص ملهاش دعوه بالدواء، لان ادويه التشنجات مش هتعمل ارتفاع في الحراره، وغالبا مش هتعمل اسهال. ادويه انها ممكن تعمل فقدان شهيه لفتره معينه، ممكن لانها ممكن تاثر على المعده شويه. بالتالي انا شايف ان هو هناك في سبب اخر غير ان الطفل دوت غير ده، هو وراء الشكوى دي. يعني شايف ان الطفل دوت في حاجه ثانيه معاه، يعني في يعني في نزله معينه معاه، او في التهاب ربما يكون في حلق، او يكون مثلا عنده حاجه في الجهاز الهضمي عشان كده بيسل، لكن ملهاش علاقه بادويه التشنجات. التشنجات لها مشكلة تانية يعني كتير، بس مش منع ارتفاع الحرارة ولا منها الإسلام. فأنا شايف الاستمرار على العلاج مهم جدا، ممكن نغيره لو حسينا ليه مشاكل غير مقبولة، بس ما نغيروش من نفسنا ولا نطلعوا يوم لوحدنا. لازم نرجع ان احنا للدكتور نفسه ونقول له والله احنا ظهرت اعراض كذا، ايه رأيك نغير العلاج ولا نستمر عليه؟ وانا استبعد ان يكون الشكوى الحاكم بتقوليها ديت لها علاقه ب معانا اتصال تاني.
ايوه السلام عليكم يا نجلاء، اتفضلي. نجلاء من المنيا معانا، اتفضلي. ايوه طب واضح اللي هو المنيا خاصة. احنا دلوقتي هنرجع لموضوع الحلقه على الوزن المعويه، وقلنا احنا كاسباب وكلمنا عن حكايه الروتا وقلنا لها تطعيمات، وبعد كده في طفيات ممكن تعمل لنا النزله المعويه زي ما الناس كده عنده ديزونتاريا. في حاجه اسمها اللي هو طفيل الاميبا، وفي حاجه اسمها جاديا. جات برضه الحاجات اللي بتعمل لي معويه بتنشا في المنطقه بتاع القولون، فده معاها تقلصات شديده معاها الاخراج نفسه بيبقى فيه مخاط ودم، عشان كده بنسميها ديزونتاريا. لها علاجات محدده، ماده اسمها مترونيدازول. يعني في ادويه خاصه بمثل هذه الشكوى. الواحد طبعا لما بيوصف طبيعه الاخراج بتاع الطفل، الدكتور بيقدر يتعرف على طبيعه الميكروب نفسه ويبدا يدي العلاج حسب الشكوى. عايز اقول، هو يا ترى هو طبيعي ان اي واحد يجي له نزله معويه، ولا هناك في عوامل بتساعد على ان النزله المعويه تحصل؟ زي ما قلنا في بدايه الحلقه، اشمعنى في افريقيا 80% هي واسيا نزلات معويه والبلاد الثانيه لا؟ نمره منها او يعني من الاسباب او من العوامل اللي هي بتتسبب في حدوث النزلات المعويه البيئه، وزي ما احنا اتكلمنا ان البيئه دي تلوث البيئه ده السبب الرئيسي في كثره الامراض بصفه عامه. تطلع امراض بقى عدوى ولا امراض اورام ولا اي حاجه، يبقى دي حاجه من الحاجات. معانا اتصال ونرجع تاني نكمل في الاسباب اللي ممكن انها تؤدي الى حدوث النزلات. ايوه السلام عليكم، اتفضل. ايوه السلام عليكم. طيب ما اكتملش معانا الاتصال. اذا هناك احنا ايه الحاجات العوامل اللي بتساعد على حدوث مثل هذه النزلات؟ قلنا تلوث البيئه. في حاجات تانية، السن الصغير، الطفل بطبيعته، الطفل اللي هو في حد ذاته عنده استعداد للعدوى اكتر من الكبير، لان جهاز المناعه بتاعته لسه غير ناضج، ولسه لم يتعرض للميكروبات علشان يعمل اجسام مضاده وبعد كده يحاربها. فالاطفال اكثر عرضه لمثل هذه الامراض عن الكبار. برضو الحاجات اللي بتسبب ضعف المناعه، ضعف المناعه دي يعني ربما يكون مولود بيها، بس دي حاجه نادره جدا، انما غالبا بتكتسب نتيجه لامراض سوء التغذيه. يعني ضعف المناعه ياتي من امراض سوء التغذيه، يبقى سوء التغذيه ده من الاسباب القويه اللي تخلي الطفل اكثر عرضه للنزلات المعويه. ومش بس كده، وان هو النزله المعويه معاه تتطور، بدل ما تنتهي في 5 7 ايام لا، ممكن تطول وممكن توصل الى مرحله شديده من المضاعفات، وممكن حتى تكون سبب في هلاك الطفل. امراض سوء التغذيه ديت حاجات كتير احنا نعرفها، زي مرض الهزال، تلاقي العيل كده ضعيف جدا، ما بياكلش، كميه الاكل بتاعته ضعيفه، او نقص البروتينات عشان العناصر الحيويه، يعني بدل ما يشرب لبن وياكل بيض عمال ياخد في حاجات نشويه. في حاجات برضو عناصر تانية مهمه. ومعانا اتصال. ايوه استاذ طارق، السلام عليكم. الو، عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اتفضل استاذ طارق، اتفضل. حضرتك انا عندي طفل عنده 5 سنين. تمام. عنده شديد على اللوز شديد، يعني هو دلوقتي بقى له 5 ايام في حراره سخونيه دايما. تمام. اديت له حقن اسمها يونيكام. تمام. يونيكام. اه. خد 3 جرعات منها. تمام. او 4، وبكمل دلوقتي هاي بيوتيك. تمام. وخد قبليها رامي تيكس حقن برضه. تمام تمام. تمام. ومع ذلك التنفس عنده حضرتك مقفول تماما، ومفيش. بس هو الشكوى بس التهاب اللوز، لكن صدره كويس. يا فندم. يعني مفيش كحه، مفيش بلغم معاه. الدكتور قال لي انها بوادر نازله شعبيه. تمام. هو احنا التهاب اللي هو الحلق واللوزتين اللي هو الصديد دوت، هو طبعا من الالتهابات اللي هي بتبقى فيها حراره مرتفعه جدا. الاستجابه للعلاج بتاخد وقت شويه. فتره العلاج اصلا بتاع المضاد الحيوي بنقعد 10 ايام ندي في الدواء علشان استأصل الميكروب اللي موجود جوه. في البدايه انا مع شكر حضرتك ان هو ممكن يبقى فعلا في صعوبه في التنفس، لان احيانا بيبقى حجم اللوزتين كبار وقافلين الممر بتاع الاكل وبتاع الهواء في منطقه الحلق، ويبقى المريض فعلا في حيره. بس ودي احيانا بندي ادويه مساعده مضاده للالتهابات علشان تهدي حده الالتهاب شويه، فتديني نتيجه سريعه عشان الطفل يعرف ياخد نفس ويعرف يبقى. بس مهم ان مش معاها زي ما الدكتور قال لحضرتك كده يا استاذ طارق، ان هو ممكن يكون معاه مثلا التهاب في الشعب الهوائيه. يبقى انا المشكله مش على قد بس ده، المشكله معاها كمان
نزله شعبيه. في الحاله دي انا محتاج ان انا ادي علاج للحاجتين علشان خاطر التنفس يكون مرتاح. برضو حاجه ثالثه، ما يكونش معاه انسداد للانف علشان ده ممكن برضو يعوق التنفس. معانا اتصال ثاني. الاستاذ ياسر، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اتفضل استاذ ياسر. انا حضرتك، كان عندي طول عمره سنتين من هو صغير، وعنده ثلاث ايام جات له كده سخونيه والتهابات في صدره في زوره، وبعد كده هو صغير، هو عمره ثلاث ايام ولا عمره ثلاث ايام بالظبط. جات له التهابات في زوره، تمام، والدكتور كتب له ثلاث حقن، فخد حقنة تاني يوم رحنا للدكتور اللي هو اللي اتولد في المستشفى عنده، قال لا ما نشد له الحقن دي تاني. المهم اللي هو عمره دلوقتي سنتين، جات له نفس الحاجه ديت في 15 يوم مرتين، او 39 ما 30 ما بتنزلش، وخد حقن برضه، يعني الحراره ما بتنزلش الا بالحقن. ياخد حقن مضاد حيوي وياخد مسكنات. هو بقى له كام يوم دلوقتي يا استاذ ياسر عنده التعب الحراره؟ التعب الحراره اول مره اللي حوالي 15 يوم قعد معاه اسبوع، وبعدين جه تاني، يعني خف منه خف منها ورجعت على طول، يعني ورجعت تاني على طول بعد الاسبوع. احنا عندنا في المدينه المنوره في عفار، في عفار وفي غبار وحاجات كده، فهو قال دي بكتيريا في الجو، انا مش عارف دي بكتيريا ولا هو عنده حساسيه من حاجه. طب هو ما فيش حد من افراد الاسره مثلا عنده برد يكون عشان كده حلقه العدوى مستمره؟ يعني ما فيش حد من كنت عنده مثلا؟ اخوه خدها منه بعد منه، يعني هو بعد ما خف اخوه خدها منه. هو ممكن جدا ان يكون فعلا ان هو الطفل الصغير بدات معاه العدوى بتاعت الحراره ديت، وغالبا هيبقى فيها التهاب في الحلق، وبعدين في حد طرف تاني من الاسره جاله وبيرجع مره تانيه يحصل له انتكاسه للطفل الصغير مره تانيه. يعني حتى احنا عندنا قاعده كده ان الطفل الصغير هو اخر واحد بيخف. ليه؟ لان هو حتى مهما انتشرت العدوى في البيت فهو مناعته ما بتحمهوش، بيرجع تاني يحصل له انتكاس ويرجع تاني يخف. فطبعا يا ريت ان هو يبقى العلاج ليه ولاخواته مره واحده. يعني الحاجه اللي المضاد الحيوي ده مش غلط عليها يا دكتور، يعني بياخد حقن، يعني هو اول كان في الاول بياخد 630، دلوقتي الدكتور كتب له 750. طب هو مع الحراره في اعراض ثانيه مثلا رشحه او كحه؟ في المره الاولانيه كان في كحه شديده جدا، وبعدين عيني بتورم، يعني عيني بنفخه. احنا عامه عمر السنتين ده من برضه من السن الحرج ده الواحد ما يقدرش يتهاون فيه في العلاج. وهو حسب حجم المشكله الواحد يعني حتى احيانا بتبقى المشكله روسيه وياخذ مضاد حيوي لما احس ان في صعوبه في التنفس او ان البلغم في صدره ما بيطلعش، فبخاف ان هو يتطور الى اكتر من كده. هو بس عمليه ان هو ياخد حقن ولا ياخد دواء دي بترجع لحاجات، شده المرض الحاجه الثانيه، تقبل الطفل للدواء، لان في اطفال ما بتاخدش الدواء ببساطه، فبيبقى اضطرارا بندي احنا الحقن دي علشان نضمن وصول الدواء ونفضل العلاج. احيانا الاطفال بيحتاج علاج مساعد غير المضاد الحيوي، يعني وجود فيه دي في الشعب الهوائيه ممكن يحتاج جلسات شاملا علشان يحصل هنا ايه سهوله لخروج البلغم ده فيخف بسرعه، وطول ما صدره قافل مهما ادى في علاج المشوار هيطول. برضه علاج اخواته بحيث ان هو ما يبقاش في عدوى موجوده في حواليه، مهم جدا، او على الاقل يبعدوا عنه في الفتره اللي هم عندهم فيها التعب ده، لان هو مناعته مش هتسمح ليه ان هو ما يلقطش مره ثانيه ومره ثالثه. يعني حضرتك برضو اشرت ان في غبار دلوقتي في المدينه، وبرضو ده احد الحاجات اللي هي بتنشط سواء الحساسيه المؤقته او انها بتخلي الاستجابه للعلاج تطول شويه. فان شاء الله انا شايف مفيش قلق، ومعلش احيانا الواحد يعني عشان نحافظ على الطفل نقصه احيانا، ومن ضمن القسوه ديت الحقن اللي بياخدها طالما ليه ضروره، وان شاء الله يتم الشفاء باذن الله ان شاء الله. هنرجع لموضوعنا بتاع اللي هو النزلة المعوية، في ناس تجيلها وناس ما تجيلهاش، وكلمنا عن سوء التغذية، وفي عناصر كده في الأكل أحيانا ما تجيش في ذهن الناس مهمة جدا، ووجدوا لها الأبحاث إنها لها علاقة كبيرة جدا باستجابة الطفل في الشفاء من النزلة المعوية أو في عناصر دي فيتامين ألف. فيتامين ألف ده موجود في الحاجات الصفراء زي الجزر الأصفر وزي صفار البيض وزي البرتقال وزي الحاجات اللي فيها مادة الصفراء، لأن دي مادة اسمها كاروتين، والمادة دي لونها أصفر، فهي موجودة في المأكولات اللي واخدة اللون ده. فيتامين ألف دوت لما عرفوا إن هو الأطفال اللي بيجي لهم نزلة معوية وعندهم نقص في فيتامين ألف، النزلة ديت بتتدهور معاهم وممكن تؤدي إلى هلاك الطفل، وإن الأطفال اللي عندهم نقص فيتامين ألف كمان أكثر عرضة للإصابة بمثل هذا المرض وغيره من الأمراض،
فعلى طول هنا عملت عندنا وزاره الصحه عملت ايه؟ بقت عنده عمر هنا 9 شهور، نروح احنا عشان نطعم الطفل يدوله كبسوله كده ببقه، كبسوله كده ديت من فيتامين الف عشان تحسن مستوى فيتامين الف. معانا اتصال تاني. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا دكتور اتفضلي. لو سمحت، انا عندي طفل 5 شهور وبيخنفر من مناخيره بقاله يومين، والخنفر دي بحسها في صدره وما بيبلعش، يعني ما بيفزعش له ده خالص. طب ما هو باين كده انه دخل عليه اعراض البرد، يعني طالما الخنفره دي حاجه جديده، اصل في خنفره مثلا من ساعه ما الطفل بيتولد بس ديت ما بتعوقش لا رضاعه ولا نوم، لكن طالما بقاله يومين فده دخل عليه نزله برد، فمحتاج طبعا نمره واحد اديله نقط محلول ملح للانف علشان ايوه نفسه. يا دكتور انا اديت له اوتروفين بس ما عملتش معاه نتيجه. يبقى احنا في الحاله ديت بنحتاج نقط ثانيه اللي هي بقى بتضيع الاحتقان بتاع الانف، يعني محلول الملح ده بنعمل بيه عمليه نظافه كده من الافرازات، ولكن طالما ما جابتش نتيجه احنا محتاجين علاج للبرد بقى، اذا كان في حد حضرتك بتروحي له من الاطباء عشان يكتب. ايوه انا رتب عليه جنبنا هنا اديني حقنه امبيتيلين صوديوم 1 جرام على 4 مرات مع النقط اللي تديله برضه من النقط اللي انت بتديله في مناخيره ديت مع دواء ستال السخونيه. طب احنا هي يعني انا مش مع حكايه اللي هو الحقنه اللي حضرتك قلت عليها. احنا محتاجين دواء اخف من كده وهيبقى شرب غالبا، مش هنحتاج حقن يعني، مع نقط للانف لاحتقان الانف ديت، وممكن طبعا حاجه للحراره، ولو حضرتك يعني خدت الرقم تليفوني بس ممكن بعد الحلقه اعمل ليكي ممكن الايه العلاج بالكامل اللي ممكن تمشي عليه، او لو جبته هنا لو انتوا قريبين من بنها يوم الاحد او يوم الاربع في مستشفى الجامعه مفيش مانع نطمن عليه باذن الله ان شاء الله. اتكلمنا عن سوء التغذية وحطينا أهمية خاصة لفيتامين ألف، وفي كمان عنصر كده اسمه الزنك، لقوا إن موضوع الزنك ده وإن كان نسبة بسيطة منه بتحمي الإنسان إلا إن نقصه بيتسبب في استمرار النزلات المعوية ومشاكل النزلات المعوية. من الحاجات المهمة قوي وقلتها من شوية من العوامل اللي تخلي الطفل يجيله ولا ما يجيش نزلة معوية، هو كان بيرضع طبيعي ولا لأ، ولقوا إن الرضاعة الطبيعية بتقلل نسبة حدوث النزلات المعوية بحوالي 13%. ومن الحاجات اللي اذا احنا بندور على العوامل اللي هي ممكن تخلي النزلة المعوية هنا ايه تيجي لواحد وما تجيش لحد تاني. عايزين بعد كده نتكلم عن الاعراض بتاعتها، وتقريبا احنا قلناها بسرعة اللي هي الاسهال، وله مواصفات متعددة، واللي هو ايه ممكن يجي معاها ارتفاع في الحرارة، ممكن يجي معاها تقلصات ومغص، لان المشكلة كلها مرتبطة بالجهاز الهضمي. طيب هي بتقعد قد ايه النزله المعويه؟ طبيعي انها تقعد 5 لـ7 ايام، ولكن 20% من الحالات ممكن تقعد اكتر من اسبوعين ونسميها نزله معويه ممتده او بيرزيستنت جاسترونت. يعني ايه؟ لو قعدت اكتر من اسبوعين فاحنا بنعتبر ان دي نزله معويه هدا ايه ممتده، يعني هي دخلت في مرحله ثانيه غير المراحل العاديه وطولت، ولما بتطور بتعمل لي باحتمال حدوث المضاعفات اكتر. وبعدين قبل ما نخش على المضاعفات ونتكلم عنها عايز نسمع الاتصال ده معانا. ايوه ام غفران. ايوه يا فندم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. ربنا يجعل جلستك في ميزان حسناتك. امين رب العالمين. من فضلك يا دكتور، انا الولد عندي عنده 2 ونص، وبعدين الولد لقيت في 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 زوره في حلقه تقرحات، فجبت له مداد حيوي من الصيدليه اسمه بيودروكسيل. تمام. بس الولد امبارح بالليل فضل يعيط لحد الفجر، يعيط ويقول عيني عيني. هل مضاد الحيوي، اول مره استخدم المضاد ده، هل المضاد الحيوي ممكن يكون ليه علاقه بالالم في العين؟ هو طبعا هو قبل ما ياخد المضاد الحيوي انا شايف ان هو اصلا عنده تقرحات في الحلق. ايوه يا فندم. ان التقرحات ديت هي اللي عامله المشكله. ايوه يا فندم. بس ربما يكون العلاج بتاعه مضاد حيوي، بس ربما يكون ثانيه، لان حاله التقرحات دي تبقى تم حاجه مثلا التهاب فيروسي مثلا اسمه الهيربس مثلا، او حاجه الفيروس الشجيري. ايوه. ويبقى علاجه حاجه ثانيه خالص. واحيانا تبقى التهابات فطريه، ويبقى المضاد الحيوي يزود المشكله ما يقللهاش. اذا التهابات الحلق وتقرحات الحلق دي اكتر من نوع. لكن المضاد الحيوي واسع المجال يقضي على الموضوع. لا، ما هو المضاد الحيوي ممكن نقول صح لو في حته ان هو يكون ميكروب جوه،